في هذه المسيرة التاريخية وفي هذا الحشد الجماهيري الشعبي الذي يجسد الصمود والنضال حتى إسقاط القوانين التراجعية وإلغاء معاشة الريع، معاشة الوزراء والبرلمانيين. قلت إدانة شعبية صارخة للقمع الهمجي الوحشي الذي تعرضت له المسيرة، مسيرة المنطفين والمنطفات الذين لا يطالبون إلا بحقهم في تقاعد مريح، ويطالبون بإلغاء معاشات الريع وإسقاط القوانين التراجعية، رغم القمع، رغم التدخل القمعي الهمجي، رغم منع المسيرة. المنطفون والمنطفات نجحوا في تجسيد المسيرة التاريخية، وإنها لمسيرة حتى النصر، حتى إسقاط هذه القوانين التراجعية وإلغاء المعاشات. نعم، لإسقاط هذه القوانين المشؤومة. تحية للرفاق والرفيقات، تحية لكافة المنطفين وكافة المنطفين العموميين. نعم لإسقاط المعاشات الريعية، نعم لإسقاط المعاشات الريعية أولا وأخيرا. نعم للديمقراطية حقيقية، لا للاستبداد، لا للاستبداد، لا للاستبداد. حرام، حرام الموظف يتعرض لهذا القمع، حرام يتعرض للتصرفات العشوائية الهمجية. المخزن خاصو يتراجع على هذا البعد ديالو اللي كيستبدل فيه. رغم الدم، رغم القمع، سنكون دائما من اجل اسقاط القوانين التراجعية واسقاط معاشات البرلمانيين والوزراء. هذا الريع بزاف على المغرب. انتخابات مسرحية وكل شيء كيدوز على دار الموظف ودار المستضعفين. نحن نقول لا 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 وعلى لا. كنددوا بهذا القمع الصباحي اللي تفاجأت به التشغيلة الوظيفة العمومية، ونديد بشدة لا تخرجت لتقول لا للقرارات الفوقية، لا لتخريب صناديق التقاعد اللي هي من أموال الشعب المغربي، اقتطعوها لهم على مدار سنوات وسنوات، والآن يخص صناديق فارغة، والآن يخمعوننا. إذا لاحظوا هذا القمع الشرس ديال المخزن، هذا مسيرة سلمية كيتعرض للقمع، وتحية مسيرة ناجحة. عندنا مصابين الآن طايحين في الأرض الآن اللي كنشوفوا الإخوان. المخزن ما بغاش يجيب بالنسبة للأمبيلونس، الإخوان راه كيموتوا، ربما نضرب لصاعد الرأس ديالو. أن الإسعاف هو حق ديالنا، وبالتالي فإننا سنستمر في الموسيقى الوطنية، سنستمر من هذا الدفاع، الحقوق ديالنا مشروعة. والأخي ما كنشوف أن سقف الأرض الأمبيلونس ما بغاش يجي، هذا ربما منع واستقر فاضح الحق من حق الإنسان. ونحن هنا حتى نرجع لكل المكتسبات ديالنا، ويحط قيادة موسيقية وطنية من أجل إسقاط التقاعد.